في حادثة نادرة فريدة من نوعها وحكاية ضاع صيتها لرجل وامرأة عاشا زوجين لسنوات طوال، وحين جاءت الأقدار لم تشأ أن تفرقهم حتى في الممات. هذه كانت حياة الوالد صلاح محمد الأبرط والوالدة راعية محمد الذيب في قرية خربة ناصر الحاج، والتي تعرف بخربة أفيق مديرية مدفعة عنس محافظة ذمار. حياة ربطت بالحب ونسجتها الوفاء والتضحية لأكثر من 60 سنة بين الأولاد والأحفاد. عاشوا مع بعض طيلة حياتهم مع بعض مكافحين في هذه، حتى أنهم وصلوا إلى اليوم المحتوم والذي أراده الله لهم، وهذا حياتهم. كانوا مكافحين يعني بعد حالهم، ناس طيبين، حتى أنه كان حوالي عمر الوالد في 107 سنوات، والوالدة تقريبا في 84-85 سنة. 60 سنة جمعت الزوجين صلاح وراعية، ومع مرور الأيام أصيب الوالد صلاح بمرض جعله لا يستطيع الحركة، فكانت الزوجة راعية نعم الزوجة الصالحة لا تفارقه في كل ساعة. وفجأة أصيبت الزوجة بمرض جعلها طريحة الفراش وحانت ساعة الفراق، فتمنى من الله صادقا أن تكون ساعتهم مع بعض. والوالد رحمه الله كان بهذا المكان قاعدا على سرير، يعني كان مقعدا من رجليه، أما صحته جسمه صحيح، والوالدة كانت بجواره، يعني كانوا يسكنون في هذا المكان، فحتى وافتهم المنية، يعني الوالدات كانت تمشي ما شاء الله عليه، بس الوالد كان مقعد من إيش؟ من المشي، أما الصحة بخير يعني من ركبته. وكانت آخر أمنيته أن يلحقها الله بزوجته، يعني في فترة مرضها كان يدعو الله أن يتوفاهم سوا، كان يقول اللهم اجعلنا سوا أنا وزوجتي. فعندما نزلنا إلى المقبرة بعد ما تمينا يعني نرجع عليها التراب، فإذا بمتصل يقول لي أبوك مات. أنا لم أصدق ذلك الخبر، فعندما رجعت أراجع نفسي قفلت التلفون، بعدين بقيت أتصل هل هذا صحيح؟ قالوا صحيح. جمعهم القدر زوجين وأبى أن يفرقهما في الموت، ساعة واحدة وأرض واحدة جنبا إلى جنب. يوسف العيزري لبرنامج أضواء سهيل محافظة ذمار.